البنات كيصدموني في اليد الفغيمو. البنات ديما كيجيبوا ديك خيم اللي واعر الاخوات، كريمات اللي تمشي لبلاصه اخرى غتشريهم غاليين، والبنات شوفي لي الثمن ديالها واعره واعره ديال لوريال، وهاد لا مارك البنات زوينه. شوفوا لي الثمن ديالها غير 6.95 €. ديال شعر البنات راه عندي تجربه، واحد الاخت قالت لي بشرى راني اختي قالت لي استعملتو شي حاجه اللي رائعه البنات، راه زوين وفل البنات، راه فيه 90% ديال الزيت ديال ارجل الاخوات. الا بغيت تستعملوه البنات راه حاطينهم في اليد البنات، راهم دايرين ليهم اوفر سبيسيال البنات، اوفر سبيسيال البنات، راه زوين. هو اللي كنستعمل انايا ديال بسمتي البنات كيعجبني، كيطيب فيه ساعة البنات غير في 10 دقائق، والحبه ديالو البنات كيكون متفرق سبحان الله زوين البنات. راه جابوه هكا كتجي شاصيه البنات فيها 2 كيلو روز ديال بسمتي. ليد البنات اول مره نلقى غاطان ديال الشيفلور البنات، راه ما فيه والو، فيه غير الشيفلور والفرماج البنات كيف كتشوفوا زوين البنات، راه جديد في ليدل البنات على حساب دلاشه ديال لي بيرسون، الثمن ديالو 2.99 €. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بألف خير. المهم البنات اليوم اللي عندي جينا نشوفوا البرومو ديال اليوم شنو حاطه لينا. المهم على الدخله البنات كيف كتشوفوا ديما انا كنبدا لكم بالخضراء كيكونوا حاطينها على الدخله البنات. الليمون كيجي البنات، هذا الليمون ديال المغرب كتجي كاجيت على هذا الشكل، هذا فيها 2 كيلو البنات دايره 4.49 €. ديري هذه البطاطا هذه البنات كتجي خاصيه على هذا الشكل، هذا هي البنات بروميير كاليتي ا هي الاخوات شفتوا فيها البنات 2 كيلو الثمن ديالها 8.98 €. حطي البنات الكيوي، الكيوي راه داير لي البنات كيجي هكا كيلو 2.99 €. ها هي الاخوات 2.99 €. والبنات الكركاع راه عجبوتني داروا ليه البروموسيون، ديري ليه الاخوات 2.99 € الكيلو البنات، هاهي 2.99 €. باقي بروموسيون البنات ديري ليه 39 سنتيم البنات، 39 سنتيم لا بياس. التفاح الاخوات راه كله داير، المهم داير ليه بروموسيون، سوا الحمر سوا هذا الخضر البنات ديري ليه 2.79 € البنات، هاهي الكيلو البنات 2.79 €. وكاين هذا الموديل هذا الاخوات كتجي هكا شاصيه ديال التفاح، هذا البنات ديال هذا لا مارك ديال فرنسا الاخوات، كله لا مارك ديال فرنسا. المهم الثمن ديالو 2.99 € الكيلو ونص البنات. والفريز يا اختي ديال المغرب، ها انت يا اختي الفريز، شوف البنات راه تجي هكا فيها كيلو الثمن ديالها البنات 5.99 €. خزو البنات راه داير 2.49 €، هاد الشاصية فيها كيلو ونص دايره 2.49 €، ولكن ديك 2.49 € ديري ليها 50% البنات. هاهي شوف البنات يعني غادي يبقى ليكم ب 70 سنتيم، شوف البنات كيلو ونص راه داير ليها بروموسيون ناقص 50% الاخوات 50%. هاد البطاطا هادي البنات راه داير ليها فيها 2 كيلو، شوف البنات كتجي هاكا شاصية فيها 2 كيلو الثمن ديالها 2.98 € كيلو. حتى هاد البطاطا هاد البطاطا الحمراء راه كتجي زوينه، هاد البطاطا كتعجبني، هاد البنات كتجي في القلي زوينه، الثمن فيها 2 كيلو ونص راه دايرين بزاف ديال لي بروموسيون هكا في البطاطا، الثمن ديالها 2.99 € البنات 2.99 € 2 كيلو ونص الاخوات. هذا البنات كيف كتشوفوا راه مطيشه ديال سوغيز ديال المغرب البنات، كتجي على هاد الشكل هذا الاخوات، فيها نص كيلو 500 غرام، البنات دايره 2.69 € البنات، راه كتطلع رخيصه يعني زوينه. انا كناخذها ديما فاش كتكون هاد البروموسيون 2.99 €، خديت منها حتى نهار الخميس البنات، من نهار الخميس واقيلا خديت هذاك الموديل اللي كان بروموسيون، دابا دايروا في هذا الموديل هذا 2.69 €، كتجي هكا زوينه الاخوات 500 غرام. البنات راه كتجي هكا فيها كيلو راه رخيصه البنات، راه ديري لها 2.99 €. شوفوا لي مطيشه شحال الثمن ديالها 4.49 € 4 أورو هذا الموديل هذا و 49 وهذه الاخوات راه دايرين لها بروموسيون دايرين لها 2.99 € فيها كيلو الاخوات، شخصيه كتجي فيها كيلو. هاي هذا الكاطو هذا راه كيجيو فيه 3 ديال الباكي كيف كتشوفوا. المهم داير 3.89 € ولكن الا خديتو الثاني غتهبطو غير بأورو 4.94 الثاني البنات 50%. كلات البنات هذا راه ما فيهش الكول، راه باقي بروموسيون الاخوات، هذا راه دايري ليه 60% سيغ لو دوزيام، كان داير الاول 12.99 € والثاني البنات كيبقى لكم غير ب 5.19 €. النسكافي هذه البنات كيف كتشوفوا فيها 100 غرام الاخوات، ديري ليها 60% سيغ لو دوزيام، الاولى كتاخذيها ب 3.97 € والثانية الاخوات كتبقى لك غير بأورو 58. الفرماج هذا اللي كيعجبني الزوين الاخوات راه دايرين فيه 250 غرام زايدينها اوفخ البنات، ديري ليه 60% البنات. كاين هذا وكاين ديال الثومة الاخوات،
كاين في الكركاع وديال الثومه ديري 60% الاول البنات اورو 85 والثاني كيبقى لكم غير اورو 14. زوينين هذا البنات انا راه كناخذو كيعجبني بزاف. البنات دابا نبارطاجي معكم اللي رائعين البنات الروايح ديال ليدل. هادو البنات راه جداد راه ماشي هادو الروايح اللي كانوا ديجا نو هادو البنات راه بحال جابوهم. هادو البنات راه ديال دي مارك كوبي يعني كيكونوا ايميتاسيون ديال الروايح واعر البنات ديال لا مارك بحال الاخرين اللي كيكونوا ديما هادو حاطينهم في البلاصه ديال لي جوفر سبيسيال البنات. المهم هذه انا خديتها ديال نويبا يورك البنات. هذه اللي عزيز عليها الليمون اللي عزيز عليها الريحه ديال الليمون تاخذ هذه فريمون البنات رائعه. لا اخوات راه دايرين لهم اوفر سبيسيال راه دايرين لهم غير 3.99 الا كنتو انتريسي راه نبغيهم البنات راهم باقيين حاطينهم. واللي بغيت نبارطاجي معكم هذا الكريم هذه اللي غير شفتها وجاني ضحكت فكرت واحد البنت خلات لي ميساج قالت لي بشرى راني مشيت لليدل وخديت الكريم ديال حتى للدار ديال لوريال حتى هذيك اللي كاينه ديال جوبون زي انتي طاش هذيك وكيو حتى ديال التجاعيد. قالت لي بشرى عاد لقيت بان مكتوبه فيها 45 عام وهي عندها غير 28 عام. اش عرفتي قتلتني بالضحك البنات. المهم اختي خذي هذه هذه راه اوفر سبيسيال هذه راه زوينه هذه راه واعره هذيك ما تستعمليهاش. المهم قالت لي راه غادي نخليها لماما. هذه البنات راه زوينه هذه الا بغيتي تاخذيها تشوفي لي اللاج هانتوما البنات ديما اي كريم تبقاو تشوفوا اللاج ديالها البنات. الا كان مكتوب كاين الكريمات اللي ما كيكونوش مكتوب هذه راه البنات من 25 حتى 35 يعني انا قلت لكم تقدري تستعمليها 45 تقدري تستعمليها حتى 65 ولكن حيت هذه ما فيهاش زعما بحال داكشي ديال التجاعيد ولا يعني انسان من 45 الفوق حسن يستعمل كريمات اخرين كينصحوا البنات. اما هذه اختي انت 28 عام هاي اختي اللاج ديالك هذه راه زوينه غادي تفنى البنات هذه راه واعره الاخوات هذه راه لوريال راه زوينه فريمون الاخوات فنه. الا بغيت راه ديري لها اوفر سبيسيال اختي جي ما حد ديري لها 6.95 راه فريمون البنات راه تمشيو لبلاصه اخرى غادي تلقاوها غاليه راه زوينين لا كريم البنات في ليدل راهم رخاص البنات راه ديال لوريال ها هي اختي باقيين حاطينها. المعطر هذا ديال الجو زوين البنات راه دايرين لي اوفر سبيسيال غير انغو الاخوات غير انغو. هذا الاخوات كترشيه هكا في الدار ديالك باش كيعطي ريحه زوينه. هذا ديال الورد ديال الليمون وهذا ديال الورد الاخوات ها هو البنات شفتوا زوينين البنات راه غير انغو اوفر سبيسيال. زيت الفاموس البنات هما لقيتهم حاطينها ثاني اليوم بيو البنات زيت البنات ديال زريعه الكتان زريعه الكتان يا اختي زريعه الكتان ها انت البنات راه زوين هذا الزيت هذا الاخوات تقدروا هكا تستعملوه للشعر للتجميل تستعملوه البنات راه زوين. البنات واحد النصيحه بغيت نقولها لكم البنات بالنسبه شحال من خطره كنبارطاجي معكم ديال هكا زريعه الكتان الاخوات اللي عنده الغده الدرقيه ما ياكلش زريعه الكتان البنات راها ما تصلحش ليه فريمون البنات هذا الزيت راه زوينه كيف كنقول لكم زريعه الكتان راه للتجميل الماكله لكلشي الاخوات. المهم بغيت نبارطاجي معكم الثمن ما لقيتوش الاخوات راهم زوينه راه حطوها البنات في ليدل. البنات هذا البنات راه ماسك ديال الشعر ديال الحليب ديال الكوك البنات ماسك ديال الشعر الاخوات ها هي ماسك البنات ديال الشعر. واحد البنت كتبات لي بشرى قالت لي اختي راني جربته قالت لي راه زوين 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 بزاف. وانا البنات كاع الحاجه اي وحده كنشكرها بزاف كنشكركم الاخوات اي وحده كتكتب لي كتقول لي راني مجربه شي حاجه انا كنبارطاجيه معكم البنات باش نستافدوا جميع الاخوات. يعني فريمون البنات كيف كتشوفوا فيها 90% هي البنات ديال ديال الزيت ديال ارقال الاخوات 90% قالت لي بشرى اختي والله الا استعملتو قالت لي زوين 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 البنات. شوفوا الثمن ديالو البنات غير 5.89 الا بغيتو تستعملوه راه شي حاجه رائعه البنات للشعر راه زوين وعن تجربه الاخوات. هذا الماسك هذا البنات اللي زوين البنات انا راني خديته جربته كنت لقيتهم ديك المره داير ليهم 30% دابا الاخوات ما لقيتش الثمن ديالو فريمون البنات ما لقيتش الثمن ديالو. هذا انا مجربه البنات ديال الشعر كيجي هكا البنات الكريم هنا وهنا الماسك ديال الشعر شوف البنات الماسك اللي كدير للشعر زوين. هذا الاخوات الا بغيتو تاخذوه راه كاين في ليدل. المهم كتغسلي شعرك كدير الماسك 10 دقائق وابخي البنات كتشلي شعرك شي حاجه اللي رائعه البنات ديال الشعر اخوات ماسك ديال الشعر زوين زوين البنات عن تجربه الاخوات كنقولها لكم عن تجربه شي حاجه رائعه البنات. اللي بغات تهلا في راجلها جايبين هادو البنات ديال الرجال قال لك من بعد الحسانه من بعد الحسانه كيديروا البنات قال لك كي بروتيجي قال لك لابو فيه فيتامين او البنات وقال لك ما كيخليش زعما ماشي كديري وكيبقى وجهك هكاك مبسام ولا يعني في ساعه الوجه كيشربوا وما كيبان لا داير كريم لا ما دايرش كريم فهمتوا البنات وهو كيرطب الوجه ابخي الوجه كيولي رطيطب. هذا البنات راه في ليدل كاين هذا الموديل هذا الاخوات وكاين هذا الموديل هذا شفتوا هما البنات راه الثمن ديالهم 2.99 أورو.
البنات راه زوينه ديال الحجبه للاخوات. المهم كاين هذا الموديل هذا فيه جوج ديال اللوينات، نشوف هذه لقيتها محلوله. شوف البنات كي كتجيها، هذه كتجي هكا فونسي وهذه كتجي هكا البنات ماشي فونسي بزاف. هذه البنات لقيتها محلوله، شو كتكون هذه المهم كتهزي وكديري بها الحجبان ديالك، كتقدي لا فورم اللي بغيتي. البنات راه زوينه هذه البنات، بالنسبه لاكام ديال الحجبان راها رائعه. وهذه البنات عباره على شيته ديال الحجبان، بحال هكا اللي عندها الحجبان اكثر، ولا كتقدي حجبانك وكتدوزي الشيته على الحجبان. هي لونها قهوي ما كتبانش البنات، ولكن ما كيبقاوش لك الحجبان ديالك مشعكين، الحجبان ديالك كياخذوا واحد لافورم وكيبقاو هكاك البنات حتى كتغسليها. زوين البنات وراه ثمنهم رخيص. وكاين هذا كيكون قلم، هذا البنات هذا كيكون بيض، ها هو شفتوا بيض، نتمنى يبان لكم. هذا كديريه من تحت الحاجب هكا باش كيعطي اللون، كيعطي هكا باش كيبان نقي تحت الحاجب. شوف البنات وكيعطي واحد اللوين زوينه. هذا البنات راه غير القلم لقيتو البنات، راه القلم انا اللي ساليتهم اليوم كاع ديتهم قلمات البنات ما لقيتهمش، ولكن حيت ماشي ما لقيتهمش في هاد ليدل، ما عندهم ما كاينينش في ليدلات الاخرين. ليدلات الاخرين البنات ديالكم راه غادي يكونوا عندكم. فريمون البنات واحد لاكام اللي زوينه ديال الحجبان رائعه، والثمن ديالهم البنات الباليت 2.49 €، ولكن البنات باقي القلم غير 9.99 €. فهمتوا البنات؟ المهم لاكام زوينه البنات. هاد الشكلاط هذا راه كيجي زوين هكا، تبغي تصايبو الكوكيز تصايبو الحلوه، كيجي البنات شفتو كيجي حبيبات على هاد الشكل هذا. راه ديري لي غير انغو البنات، ها هي انغو. وهذا البنات جاني هذا بحال ديال النوازيت، هذا البنات شفتو حتى هو جاني بحال هكا، تقدري دردريه من الفوق على الحلوه على هذا الشكل هذا. شفتو البنات زوين، الثمن ديالو البنات ديري لي 12%، كندير €50، دابا داير غير €39. بغيت اول مره نلقاه في اليد البنات، غراتان ديال الشيفلوغ البنات، ها هو شو هانتوما البنات. فريمون فيه 600 غرام، قال لك 45 دقيقة على حسب 3 ديال لي بيغسون، 45 دقيقة في الفران و 18 دقيقة البنات في الميكرووند ديال الفروماج. ها هو البنات فيه غير الفروماج وفيه الشيفلوغ، لعشاق الشيفلوغ البنات. زوين هذا هكا شي مرة تكوني زربانة ولا شي خطرة ممسالياش البنات، الثمن ديالو €2.99. هاوتي الزيت راهم باقي ندير ليه بروموسيون شي بنات، 3 ديال السيمانات هو على هاد الثمن هذا، من 10.29 € قاليكم 7.79 €، 3 لتر البنات 3 لتر 9.79 €. اخوات راه ديما كاين هكا في ليدل، انا ديما عندي قرايه هكا في الثلاجه. كاين هذا البنات السيترون الصفر، وكاين الاخوات على حسب السيترون الخضر، ديما ديما الله البنات كاينين هكا في ليدل غير 79 سنتيم البنات. البنات ما غاديش تلقاو مرخص من ليدل البنات، ارخص شامبينيون البنات هو اللي في ليدل. هذا انا ديما كناخذو البنات، زوين كيعجبني البنات، الثمن ديالو غير €0.5. ها نتوما البنات زوين البنات، ما كاينش مرخص من ليدل ورائع البنات، انا ديما كناخذو زوين. هذا الرز هذا ديال البسمتي اللي رائع البنات، هذا الرز زوين كيعجبني. كيجي فاش كطيبيه البنات كيجي متفرق، والحبه تبارك الله كتجي كبيره وزوينه. احسن رز البنات كيعجبني هو الرز ديال البسمتي البنات، فيها 2 كيلو كطيب في 10 دقائق. مي البنات الثمن ديالو ما لقيتوش، ما نقدرش نقول لكم الثمن ديالو. فريمون البنات راه زوين، راه جابوه في ليدل. صافي هذا البنات راه من €0.58 داير لهم 99 سنتيم الاخوات. وديري حتى هذا ديال طواليت اعزكم الله باش كتنقي، فيها اطر البنات من €7، غتبغي لكم 88 سنتيم. ديال هادو دي لانجيت ديال نيطواياج، هادو البنات ديما تكون عندك في الدار، ديما انا عندي وحده اعزكم الله في الطواليت، كتدخلي كتجبدي وحده فت يعني بلا نيطواياج ديال فاش كتنيطواي زعما مزيان. هذا غير هكا دوزي فيها 80 وحده، زوين على اي حاجه البنات دوزتيها كتنقيها، شي حاجه رائعه البنات. راه كاينين بزاف ديال لي موديل الاخوات زوينين، هادو كينيطواييو لك بالزربه 2.90 € الاخوات البنات اللي زوين. هاد البنات كتنيطواي به يعني البلاصه اللي فيها لي غال، البلاصه اللي فيها الدسم. شوف البنات هادي زوين، هذا البنات راه فيه اترو يعني صابون مارساي، الثمن ديالو غير €0.69 البنات. زوين هذا، لا بغيت تجربوه. هذا البنات راه ديما كاين في ليدل. وكاين هذا الاخوات حتى هو هذا ديال الزاج، هذا باش كتنقيو هكا الزاج ديالكم. زوين هذا حتى هو البنات، راه فيه اترو. ها انت يا اختي راه ما تمسحي، الثمن ديالو €0.49 اخوات. واحد السؤال ديال واحد البنت قالت لي راه الوجه ديالها البنات حساس بزاف، قالت لي شمن كريمه باش نستعمل. شوفي اختي هذه راه ديال الوجه الحساس، راه قلت لك كاينه في ليدل، غادي نبارطاجيها معك فاش غادي نمشي ان شاء الله. هاي الاخوات شتي لا بو سيش او سينسيبل، اللي عندها الوجه ديالها ناشف واللي البشره ديالها سونسيبل البنات، الوجه ديالها حساس. الثمن ديالها البنات
اورو 85 الحمراء اختي، الحمراء اللي تاخذي شتي الحمراء هذه راه ديال الفيزاج والبنات راه غير اورو 85. وكاينه هذه اللي لابو ديالها نورمال، هذه البنات زوينه للوجه، هذه اللي يعني لابو نورمال يعني ماشي ما عندهاش يعني مشاكل في لابو ديالها، هذه راه زوينه البنات فريمون البنات، كاين هكا ديك كريم اللي زوينين. ولا بغيت نبارطاجي معكم البنات هذه راها خطيره البنات، عرفتي خديتها خطيره البنات باش نوريكم الريحه ديالها البنات. ها هي ديال مدام فينايا، نتمنى نلقاها البنات، راه كاينه الريحه ديالها هذه راه لوفلي واعره البنات، رويح البنات ديال ليدل راه من احسن الروائح فريمون البنات. واحد البنت قالت لي واش هذوك هما حتى هما روائح اختي، فريمون البنات راه زوينين، انا بعدا كيعجبوني اختي كله والذوق ديالو. مي هذه خديها ليا دابا للصيف راه شي حاجه، راه الصيف فين هو الصيف باقي الربيع كاع ما جا للربيع البنات، هذه راه واعره فنه فنه. وكيف كنقول لكم ديما البنات راه عندكم هكا دي تيستور تبقاو تشمو، غير ما لقيتش هذيك ديال مدام شرناش غير حك سلاسه، ما ديما البنات راه كتكون عندهم. المهم الريحه ديالها راه كاينه، وتاخذيها ليا مع هذه البنات، عرفتي هذه خديتها الريحه ديالها واعره، عرفتي كنديرها ليدي كتبقى الريحه ديال يدي زوينه البنات. المهم الثمن ديالها غنقول لكم الثمن ديالها، ما عرفتش فين هو الثمن ديالها، مي ما وصلش جوج الاورو البنات. كريم ديال ليدي اللي خطير فريمون البنات، هادو كلهم كريمه ديال ليدي اللي زوينين هادو البنات. كاين هذا، كاين هذا ديال مدام، ديال هاد مدام كلاموخ، وكاين هذا البنات حتى هو سوان، وكاين هادو كلهم كريمات زوينين البنات ديال اليدين فريمون البنات. انا هذه كنستعمل هذه البنات اللي عندها اليدين ناشفين بزاف تخاساش، هذه اللي تستعمل. ولكن ثاني هذه ثاني كنصحكم بها، هذه انا كنديرها انا راه هكذا ونجرب، هذه حتى هي واعره لابوسيش البنات 48 ساعه ادراتاسيون، هذه خطيره حتى هي البنات. مي هذه كتخلي لك هكا رويحه في يدك يعني فريمون خطيره البنات، كتخلي رويحه زوينه في اليدين. هذه الا بغيتو تجربوها البنات اللوينات، شوف شوفي لي اختي عكوره واعرين، شوف اللوينات البنات مانيفيك. هذو البنات عكوره بحرا جابوهم البنات، جابوهم هكا في ليدل البنات زوينين فريمون البنات رائعين يعني. هكا شوفي لي هذا لي بلوغوس البنات زوين 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 البنات، راه لا الجديد ديال ليدل البنات الثمن ديالهم 2.99 البنات. وكاين هاد الماسكارا هادي ديال مايبيلين، هادي البنات راه هادي ديما كاينه في ليدل اخوات، راه زوينه هادي، راه كتهز لك الشفار وكتكب يعني كتكبر الشفار فريمون البنات زوينه، ولا ماسك ديال مايبيلين. المهم ماسكارا البنات راه دايرين لها بروموسيون ما نقصينش منها بزاف، من 8.77 غتبقى لكم ب 8.59. هاد اللوينات هادو ديال الماكياج البنات، هادو ديال هكا ديال فوق العينين شتو زوينين، كاين اللوينات زوين الاخوات. كاين هاد الموديل هذا هكا ديال الماكياج شتو كيجي هكا كري زوين هذا، كاين هاد الموديل هذا، هذا نهرس معلقينهم لينا البنات في السما. الثمن ديالها البنات لابياج الاورو 99. كاين حتى هاد البيغني هذا اللي زوين ها شوف هذا كيجي هكا بخمس باوند شوف زوين. وكاين هذا الموديل هذا حتى هو اللي رائع، هذا الموديل هذا شوف زوين، هذا يجي في اليد. البنات واحد السؤال بغيت نسولكم على الصباغه، واش البنات اللي صايم ودار الصباغه ما كتفطرش ياك؟ انا دابا صايمه والله بغيت ندير الصباغه وخفت البنات، جاوبوني عافاكم اللي متاكد من الاجابه تقول لي واش الصباغه كتفطر ولا لا. انا قلت ما كتفطرش لان ما كدوش من القرجوطه. البنات جاوبوني الله يستر عليكم. المهم الاخوات كاين حتى هاد اللوينات هادو شفتو هايا زوينين هانتوما البنات، هادو ديما ديما هادو الاخوات هاد اللوينات كاينين هكا في ليد البنات ديال الماكياج الاخوات. انا لقيتوني كنقلب فيهم البنات، انا كانت عندي هادي هاد الزرقه وسالت لي وخديت هادي، وهادي البنات راه دايره 3.66 وهادي دايره اورو 25، ولكن انا كنصحكم بهادي فريمون. انا ما بانش ليا شي ديفيرونس، هادي غاليه وهادي رخيصه، مي كيف كنقول لكم ديما كنحقروا الحاجه اللي رخيصه كنقولوا ما زويناش، مي فريمون هادي زوينه. هادي البنات اللي عندها لابوسيش اللي وجهها ناشف بزاف تاخذ هذه اللي فيها الحمر، واللي الوجه ديالها البنات ما ناشفش نورمال تاخذ الزرقاء. انا كنت كنستعمل الزرقاء، مي هذه كتجيني سهله، كنخليها في يعني في هذيك البوطه فين دايره سميتو، كندير القطن غير بالضبط هكا مسا صافي فاز، كنمسح كاع ما كنهزها. هذه خاصك تهزي وتخوي، ما كتجينيش هذه استعماليه فهمتوا، ما عجبتنيش كنتسنى امتى تكمل باش نجي ناخذ هذه البنات. فريمون راهم زوينين، الا بغيت تاخذهم الاخوات لا مارك ديال سين شي حاجه زوينه، راهم كاينين ديما البنات في
ليدل غير اورو 25. نجي لبلاصه المكياج وبلاصه ما نهضرش لكم على هذا البلاص، هذا اللي خطير خطير. هذا البنات الزوين، هذا راك تغسلي وجهك وميم طو كل صباح كتغسلي وجهك كديري وميم طو راكي كديري بكوماج. هذا البنات هذا الخضر ما كايناش. البنت اللي ما كتبتش ليا بشره الله يعطيك الصحه، راه زوين راني كنستعمله ولا راهني استعملته ولا كيشكروه البنات بزاف بزاف عن تجربه. هذا البنات ديال النيطواياج كاين نيطوا، هذا فيه حبيبات البنات، هذا وميم طو كيدير لك كوماج. وهذا البنات هذا كيجي ديال الوجه، جيل ديال الوجه، هذا ما كاين ما فيهش كوماج. هذا بالنسبه للبنات اللي فيهم الحبوب في الوجه، اللي بنات اللي لابو ديالهم حساسه بزاف يستعملوا هذا. ما في هذا غير صابون ديال الوجه عادي. هذا البنات زوين هذا. وهذا اختي لو بغيتي ديري كوماج هكا لوجهك هذا زوين، هذا هذا رائع. هذا غير البنات اللي ما يقدروش يستعملوا هذا يستعملوا هذا. هذا بالنسبه للبنات اللي فيهم الحبوب كيف قلت لكم، وداك الشيء الثمن ديالو غير جوج الاورو 42 وشي حاجه، اللي خطيره البنات. وكنبغيكم بزاف، وما تنساوش ليا البنات جيم وبارطاج الفيديو، واللي مازال ما درش ابوني دير ابوني، كنبغيكم بزاف. كنتمنى يا ربي هذه الجوله تنال الاعجاب ديالكم. مع السلامه.